بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده برضه هنشتغل فيديو مطلوب مننا عبارة عن فوائد التنس الأرضي على الصعيد الذهني العقلي بقى. إيه يعني بيقولوا إيه الفايدة التي تعود على لاعب التنس عقليًا أو فكريًا؟ تلاحظ إن لاعب التنس الأرضي بينشط العقل ويزيد لعب التنس نفسه ينشط العقل ويزيد الذكاء. يعني انك انت بتفكر وش هو بيلعب، يشوف خصمك او نقول مش ضروري ممكن خصم، نقول المستقبل اللي بيلعب معايا او زميلي، بقرا افكاره، بتنشط انواع الذاكره بكافه انواعها وخاصه الذكاء الاجتماعي داخل والذكاء النفسي والذكاء الحركي داخل الملعب، ده كله بيستفيد منه من ناحيه العقل. لاعب التنس تلاحظ الارض يزيد من نشاط الذاكره، التنس الارض نفسه بيزيد من نشاط الذاكره وقوتها لانها تزيد من نشاطات الدماغ وبشكل عام وبشكل ايجابي داخل الملعب. اذا لاعب التنس بفكره بافكاره بتحركاته عمال يفكر في اقل من ثانيه، يطلع بفكره في اقل من دقيقه ازاي يلعب الكره دي بدون ما يقعد ولسه يفكر. لا، اذا نقدر نصل الى التفكير السريع، الذكاء السريع، اتخاذ القرار السريع الذي ينمي العقل. لاعب التنس الارضي يحسن من قوه الملاحظه وسرعه البديهه وتمنح الانسان القدره على التركيز وتقليل نسبه التشتت الذهني. اذا لعبه التنس بتعالج التشتت الذهني بالذات اللي هو افكار مشوشه لما بيكون داخل الملعب، بدا تمرين للذاكره نفسها بانها بتبقى مركزه داخل الملعب، تعالج نسبه التشتت الموجوده عند اي لاعب. شكرا والى اللقاء في تمرين تاني ان شاء الله.